هو الوحيد اللي تي مغرق في رأيه لدرجة أن ما بقاش عنده الوقت وما بقاش عنده المساحة باش يفهم شنو كيقول الآخر، ولأن الآخر تيهضر وهو ما باقيش يهضر، لأن هذاك الشيء اللي غادي يقول غادي يخلخل ليه هذاك المعتقد نتاعو هو تيضرب، أي تيقول له أنا ما بغيتش نسمعك، أنا ما بغيتكش تكون، لأنني أنا، وهذا هو المفارقة نتاع التعصب، لأنني أنا كان آمن بواحد الحاجة وما عرفهاش، كان آمن بواحد الحاجة وما قادش ندافع عليها، كان آمن بواحد الحاجة والحاجة الأخرى اللي ما خبارش كتخلعني، ولأنها كتخلعني فأنا غادي نسبق وغادي نحيدها ماشي بالحجة والبرهان، لأن كيف قلت بعد التفكير الحجاجي كاين النسبية، وفي التفكير أو في الممارسة العنيفة كاين الإطلاقية. التفكير الحجاجي أنا عندي الحق ومتأكد من أنني عندي الحق، ولكن أيضا متمكن ومتأكد بأن يمكن واحد آخر يكون ماشي بحالي ويكون بحالي مآمن باللي هو على حق، ولكن حنا بجوج لأننا حجاجيين كنخلي الفرصة أننا نكونوا بجوج، لحقاش إلا ما كناش بجوج ما نقدروش نكونوا تنفكروا بشكل عقلاني، لأن أنا صحيح الموقف تاعي صحيح، ولكن هذه الصحة هي صحة التطور. فكاش ملي كنشوفوا الواقع والوهم، لأن ملي كنشوفوا التاريخ حنا تنلقاو تاريخ متفاعل وتاريخ نتاع تراكم الاختلافات، ولكن عندما يقدمه العنيف يقدمه على أنه حاجة على الشاشة اللي ليس منكم، راه هو اللي كان عبر التاريخ، أي أنه يدافع عن الوهم والتقدم في مقابل التخليف. تراكم المعرفي يعني أشكال مختلفة اللي تعاود تسوى هذاك الشيء اللي قلت أشكال مختلفة في مقابل الجهل، لأن العنف ما تيبغيش الجديد، العنف ما تيخرجش شي حاجة جديدة، علاش؟ لأنه عنده السلف باش يمنع الجديد، والتفتح في مقابل الغلاف والتعصب، الاعتزاز بالذات في مقابل الخوف من العنف. بين الطلبة إذا لقيت فيها العنف كن مؤكد بأن ما فيهاش قرار، إذا كان فيها العنف إنه ما فيهاش قرار، إذا كان فيها النقاش حقاش النقاش واخا يكون حاد هو دائما مفيد، علاش؟ لأنها تقول في نظري ها الحق، ها علاش وعلاش وعلاش، راه واحد العداد ديال هادوك العلاشات اللي قلت لك أنت ما كنتيش خبارك، ودونك أنت مضطر باش تفكر فيهم باش تعاود تطور المواقف نتاعك والحجج ديالك بالنسبة لنفس الموقف اللي كنتي فيه. ملي عاوتاني كتطور نتاع هذاك المواقف نتاعك وكتعاود تكون تحاجج ضد الموقف نتاعي، أنا عاوتاني كنسمع هذاك الشيء وكنفهمو وكنوليو داخلين في واحد الصيرورة ديال التطور المتبادل، وكأن هذا هو الختام، وكأن العنف هو بالمعنى الجنائي، إن تونتاتيف هذاك لا تونتاتيف دو مور، هو باعتباره كذلك هو محاولة للقتل، قتل شنو؟ قتل الإنسان الحر، يعني قتل الحرية في الإنسان، حرية نكون أنا هو أنا، بلا ما يهمني أنت أش غايدير، وحتى كنكون أنا هو أنا عارفين اللي كيهمني هذاك الشيء اللي كتقول، ملي كنتصمت هذاك الشيء اللي كتقول كيهمني هذاك ما تنتقدني به هو امكانيه لتجديد النفس، وفي النهايه الا ما كانتش البرامج متجدده والمشاركه فعاله في وسط هذه العمليه التعليميه، والا ما كانش هناك حريه كافيه باش نقد نعتز بذاتي ونفهم بأن اعتزازي بذاتي راه ما يمكنش يستقم ولا ألاحق الغير بعنف،
لأن ملاحقتي له بالعنف تلغيه، وعندما يلغى هذا الآخر ألغي كل إمكانية للتطور وألغي إمكانية الإنسان في أن يظل إنسانا مختلفا متطورا ومتنوعا، لأن هذا التنوع كان الإنسان. ماشي، شكرا لكم.